والآن نتحدث رياضة وخاصة رياضة كرة القدم. ونرحب بالكابتن نسيم مؤسس أكاديمية بلا حدود في النرويج. يا أهلا وسهلا بك وجمعة خير. جمعة خير علينا وعليكم يا رب إن شاء الله وعلى كل العراقيين. قبل ما أسألك عن النشاط فريق المغتربين لكرة القدم اللي زار بغداد مؤخرا، نتحدث عن هذا الفريق، يعني شلون تكون، منو كونه، النشاطات اللي قبل ما يزور العراق. نعم، الفكرة تكونت عن طريقي وطريق الكابتن حسن اللي موجود في النرويج. بدينا مخاطبات مع لاعبين من كل أوروبا، بدينا مخاطبات مع بعض الإداريين ومدرب أيضا أبو أصيل من بلجيكا ومن هولندا حيدر وزياد. وبدينا يعني بصورة رسمية اتصلنا بالسفارة العراقية في أوسلو في النرويج وسوينا الكتب الرسمية وارسلناها للعراق انه احنا ما محتاجين شيء، فقط البلان البرنامج انه لما نوصل نريد نجي على حسابنا الخاص. والحمد لله يعني جينا بوفد من 18 شخص زائدا اللي موجودين. هذا الفريق كانت له نشاطات، له دوريات خاصه بال هم كل واحد عنده وظيفته، مثل اني وكابتن حسن نشتغل يعني في انديه مختلفه. من فرق لذلك هو اسمه منتخب مغتربين العراق. وهسه اكو فكره انه هذا المنتخب ما يكون مغتربين عراق فقط، هو منتخب مغتربين يعني يجمع كل المغتربين اللي موجودين بكل اوروبا. الهدف منها يعني هو جزء من الاكاديميه بلا حدود، الهدف منها هو زياره مثلا العراق، زياره اي دوله عندها تظاهره رياضيه تريد توصل صوتها. اي فهذه كلها على حسابنا الخاص، لانه مثل الاطباء بدون حدود هم ينتقلون على حسابهم الخاص لمعالجه الناس، وهو هدف انساني. الفن والرياضه والطب كلها هي باهداف انسانيه، فاحنا حاولنا نستغل هذا الشيء. طب اخذتوا الخطوه واخذتوا القرار انه تزورون العراق في محاوله لرفع الحظر عن الملاعب العراقيه. نعم، احكي لنا عن هاي التجربه، ويمكن اغلبهم بالفريق مولودين بالخارج يعني مو بغداد، صح؟ نعم، احنا بصراحة تابعنا عمل وزير الشباب والرياضة العراقي انه قاعد يتنقل بدول العالم يحاول انه يوصل فكرة انه العراق بخير، البصرة، كربلاء، بغداد، اربيل. اجى القرار انه رفع الحظر فقط على يعني المباريات التجريبية في البصرة وفي كربلاء. احنا اخذنا الخطوة القوية، جمعنا الفريق، قلنا لهم يا لاعبين يا اداريين احنا عراقيين، هذه اصولنا، بلدنا الام، عندنا صوت قوي جدا بالخارج، اذا ما احنا نستغله شلون نستغله؟ لازم نتواجد، ومن نتواجد لازم نصور فيديو، ناخذ صور، نلعب مباريات، تظاهره يعني رياضيه جميله، نراويهم للفيفا الاتحاد الدول لكره القدم وانديتنا كل اوروبا انه احنا تواجدنا. وحتى اصرينا انه واحده من المباريات انه تكون بالليل، واصرينا انه بعض الاطفال هم تجي اذا بها مجال اجوي. وكانوا هذول اللاعبين حاملين الاعلام هم، ولما طرحنا الفكره بصراحه انا وكابتن حسن وابو اصيل من بلجيكا وحيدر زياد استغربنا انه اللي مولود عمره 17 18 سنه اول ما قلنا له قبل ياخذ راي اهله قال ما عندي مشكله انا اروح، عنده هاي الحماسه. وسبحان الله يعني لما كنا متواجدين صار الحادث مال تفجير الفقمه واحنا كنا موجودين، وهذا البنت اللي استشهدت الله يرحمها يعني هم جايه كانت من استراليا. والله هي شوفي احنا مرينا بصراع قوي من اول يوم وصلنا، اللاعبين كلهم انتكسوا، ما كان اكو ذاك الترحيب القوي على يعني من يعني كان هناك تنسيق بينكم بين الوزاره المعنيه؟ نعم، عندنا كتب رسميه واتصال من السفاره العراقيه بوسلو، ولكن يعني هو هذا واقع العراق للاسف. يعني البلان ما موجود، التخطيط بس يعني ما عندهم علم انه الفريق راح يجي. نعم، هو جت السياره من شخصين فقط نقلونا من المطار للسكن الرياضي. واول يوم رحنا مشي للتدريب يعني فمشينا تقريبا يمكن 2 كيلو متر، وخطيه شربوا مي مال بوري ما يعني استعجلوا وكانوا عطشانين. وثاني يوم مرضى فيعني مروا بشوية ظروف، بس هو حلو. هم قالوا حلو، احنا اخذنا تجربه من بلدنا الام حتى ننقل بعض الافكار كذا، يعني لازم نعيش شوي معاناه حتى نشعر. فانا استغربت انه
مولودين هناك برضه وحاملين هاي الثقافة، لكن العراقيين الهوى والجذور والانتماء. نعم. أكيد. نعم. طيب صارت المباراة، صارت المباراة، أول مباراة ويا منتخب ناشئين العراق. فشي كلش حلو، لاعبين فيما بينهم مسالمين، في صور يا ريت نشوفها. نعم. تمر على الشاشة حتى انتوا تتقطوا. هذه هدايا، هذه المدرسة الكروية اللي عندنا في بغداد. ايه بس انا وياك نشوفها هسه راح تطلع وعلقنا عليها. آسف. هي بدت. تفضل. هذه صورة عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم. نعم. على يميني والكابتن قحطان شتير مدرب منتخب شباب العراق. هذه المدرسة الكروية اللي موجودة في بغداد التابعة للأكاديمية يعني الأكاديمية الرياضية بدون حدود، هي من ضمن جمعية الصداقة النرويجية العراقية. نعم. ليان وكابتن حسن وحج طالب يعني مسؤولينها. هاي كل الدريزات والتفاصيل كلها على حسابنا طبعا الخاص. ما عندنا أي دعم لا حكومي ولا يعني كل شخص. نعم. نعم. كل شخصي. نعم. والهدف منها انه يعني رعاية الشباب والناشئين ونخليهم يبتعدون شوية يثقفون بثقافة أوروبية، لأنه احنا من فقط ندعمهم انه كيف هاي صورة هم هدية درع الجمعية والأكاديمية الرياضية لمنتخب شباب العراق، وتمنينا لهم التوفيق في مسيرتهم يعني. نعم. هذا على يميني أبو أصيل مدرب من بلجيكا ولاعب من هولندا عمره يمكن سنتين وهو عايش في هولندا. هذا البيت الرياضي الكابتن علي هادي مدرب ناشئة العراق يعني. طب هم كابتن حسن التميمي. نعم. هم يتابعون هاي صورة الأطفال والعلم النرويجي والعلم العراقي الساعة 11 بالليل. فهاي الصورة يعني سوت فد ضجة كلش قوية في وزارة الشباب والرياضة النرويجية. بالنرويج سوت ضجة بس العراق ما سوت ضجة. لا هي المشكلة استغربنا انه هنا نحيي يعني الكابتن ثائر اللي هو عضو في الجمعية، لان احنا مجموعة من الاعضاء. حيدر النعيمي. حيدر النعيمي وجه له التحية. هو وعمر رياض الاعلامي هم الوحيدين اللي بصراحة كانوا من أول يوم. هاي الأكاديمية مالتنا ببغداد هي بسيطة بس هي كبداية، احنا ما نريد يعني على الإمكانية اللي احنا نملكها، فقاعدين هذول الولد يعني برغام وأحمد الأكاديمية ببغداد ايش بيها؟ الأكاديمية يعني هي مو مثل ما يتصور البعض انه هي ضخمة جدا، لأنه هي إمكانيات ذاتية مؤسسة ايه نعم، فاحنا مؤسسيها شيء بسيط في منطقة نواة. نعم. ممكن نعم. تكبر ايش مدري كيف نعم 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 هو احنا كبيرة. حاليا بصراحة نعمل على هذا الشيء انه نكبرها شوية شوية، هدفنا هو التثقيف التثقيف ثم التثقيف، التطوير الذهني أكثر ما التطوير البدني، لأن البدني أوتوماتيكلي يعني راح يتطور بس الذهني. هنا نوجه التحية كابتن حسن التميمي عضو وياي ورئيس جمعية الصداقة النرويجية العراقية كابتن بسام رؤوف. إذا أنتوا وثقتوا كل هذه المباراة. نعم. وعملتوا فيديوهات وأرسلتوها إلى الجهة المسؤولة عن رفع الحظر عن الملاعب العراقية. نعم. وصلتهم؟ والله هي وصلت وتم الاتصال بي وكابتن حسن. نعم. بس اكو شغلة مهمة اللي للأسف هذا مو بدينا. السؤال اللي جانا انه طيب وين وزير الشباب من عندكم؟ وين المسؤولين؟ ليش عضو اتحاد كرة قدم واحد فقط موجود الاستاذ فالح موسى؟ ليش فقط شخص واحد؟ وين الصور؟ وين اللقاءات؟ وين كذا؟ فلما قلنا لهم هم مشغولين وكذا وهاي ما اقتنعوا بصراحة. يعني كانت هاي نقطة ضعف. نقطة ضعف استغلوها علينا. هم رحبوا وشكرونا انه نعم. بس قالوا دير بالكم مره ثانيه احنا ما حد مسؤول عليكم اذا تروحون لهيج بلدان وما حد يستقبلكم. فهي هم بصراحه تحملون مسؤوليه. نعم. يعني نعم هو بالفعل احنا تحملنا مسؤوليه. احنا اني كابتن حسن التميمي ابو اصيل نعم. او استاذ حيدر الاداري وزياد تحملنا المسؤوليه الضخمه. صدقا اللاعبين بعد ما رجعتوا للنرويج يرجعون مرة ثانية للعراق؟ والله هي صارت انقسامات. اولا هم اتفقوا انه احنا اجينا لاجل بلدهم الام، ما اجينا لشخص. نعم. اجينا حاملين رسالة سلام نريد نوصل الفكرة للدول الاوروبية. بعدين لما طلعوا من بغداد صارت الانقسامات اللي الشاب يعني تعرفين اكو مراهقين كذا كل من يتكلم من
عقله، اللي قال انا بعد ما اجي، واللي قال اجي، واللي قال انا ما جاي على مود اشخاص، ف يعني صار يعني شويه عتب احباب مثل ما نقول على كانوا يتوقعون ترحيب اكثر، تنظيم اكثر، انه موضوع خطه لاستقبالهم، يعني حقهم. بس الحكي اللي احنا حكيناه خصوصا يعني انا وكابتن حسن التميمي قلنا لهم احنا ما احنا من البدايه قلنا لكم ما رايحين على شخص، صح. احنا رايحين لاجل هدف، فما دام نجح هذا الهدف فاحنا الحمد لله ناجحين. اكيد التمستوا تلمستوا فرحه الناس بكم. نعم اللي نعم حضرت نعم وكل نعم الوجوه الطيبه اللي اطفال يعني انا استغربت ان الاطفال لما جوي يحاولون انه ياخذون صور ويا اللاعبين ويانا فالحمد لله رب العالمين يعني انه الامر انجز بصوره جميله جدا وعلى حسابنا الخاص ومجهودنا الشخصي يعني. طيب اعلاميا كان موجود حيدر نعمي كتب عنكم سواء لكم تحقيق سواء لكم تغطيه شيء والله ام كان حاضر هو مشجع هو يعني حسب ما اعرف انه هو كتب الشيء البسيط الاستاذ جواد الخرساني هم اجى وكتب شيء بسيط بالجريده ما اعرف اكو فد سر استغربنا له كليتنا انه كان اكو فد تعتيم اعلامي ليش ما نعرف ما حد قال لنا بس بقينا على علاقاتنا ويعني واصدقائنا اللي حيدر النعيمي جواد الخرسان عمر رياض اوجه له التحيه اياد الجوراني يعني من العراقيه ايضا فانا اعتبره شيء بسيط جدا انا اعتبره شيء بسيط اتمنى لكم التوفيق وان شاء الله ما تكون هذه الزياره الاولى والاخيره للبعض شكرا وشكرا جزيلا انت اليوم في الظهيره شكرا كابتن نزيل شكرا شكرا شكرا